موقع أنا السلفي. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر فيه جملا من القواعد العظيمة المهمة. حديث العرباض بن سارية، وقد عده بعض أهل العلم يعني من ضمن جوامع الكلم، وهو كذلك وضعه النووي في الأربعين، وابن رجب في الخمسين شرحه كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم، ثم وعظهم موعظة بليغة، وهذا الوعظ يتكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو في الحقيقة إصلاح للقلوب، لا يجوز أن يهمل، وينبغي أن يستعمل خصوصا بعد الصلوات، وينبغي أن يكون بليغا معدود الكلمات مليئا بالمعاني. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أثرت هذه الموعظة في قلوبهم، فوجلت وخافت من الله عز وجل، وذرفت عيونهم، بكوا من خشية الله عز وجل. وهكذا حال المؤمن، يتأثر بالموعظة ويتذكر ويمرها على قلبه، ويعلم أنها موجهة له وليس للآخرين فقط، فإن هذا من أعظم موانع الانتفاع بالمواعظ، أن يرى الإنسان نفسه خارجا عن هذه الموعظة، يرى أن هذه موعظة للآخرين، وأما أنا فأنا يعني فوق هؤلاء، فيمتنع أن ينتفع بالموعظة ولا تكون إلا حجة عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وعظهم قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك توشك الرحيل عنا وتودعنا، فاعهد إلينا. في الرواية الأخرى قال: فأوصنا. قال: أوصيكم أو عليكم بالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا. في الرواية الأخرى: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أوصيكم بتقوى الله. فهذه وصية الله. السماعة بتاعتنا احنا؟ طب ما نعرفش ان تقوى الله عز وجل، الخوف منه بالعمل بطاعته ابتغاء ثوابه، وترك معاصيه حذرا وخوفا من عقابه، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والخوف والرجاء أساس العبادة، مع حب الله عز وجل والتقرب إليه بطاعته. وأساس التقوى الإيمان وترك الشرك، والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولا يجوز أن يوصف من لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يشهد الشهادتين، ومن لم يكن مسلما، بأنه رجل تقي، لأنه لم يتقي أعظم يعني شيء يبغضه الله، الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب الكتاب المنزل. فبعض الناس يظن أن يعني فلانا هذا اليهودي أو النصراني رجل دين، فيقول: لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى، فيزعمون أن التقي في دينه يكون أفضل من غيره. نقول: بل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا الذي يدخل في المفاضلة، وأما الكافر فقد حبط عمله مهما عمل من عمل،
ولا يلوز أن يدخل في المفاضلة بحال من الأحوال، بل هم في النار والعياذ بالله طالما ماتوا على كفرهم وشركهم، ومن ذلك تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى أوصيكم بتقوى الله، أو عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لمن تأمر عليكم. وهذا يشمل أولي الأمر كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهؤلاء الذين تولوا الأمر نوعان: العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، وكذا يعني هذا الوصف للفئتين. فمن قاد الناس بكتاب الله في فتواه وتعليمه للناس وعلم الناس الدين من خلال الآيات والأحاديث، فهذا الذي أمر بالسمع والطاعة له في العلم والفتوى. وكذا من قاد الناس بكتاب الله في الإمارة والملك والرئاسة، لأن هذا أمر من الدين. الناس كلهم في العالم عبر الزمان قد خلقهم الله عز وجل يعيشون في تجمعات. خلق الإنسان مدنيا بطبعه يعيش في تجمعات، ليس كل إنسان يعيش منفردا، لا تتم مصالح البشر مع التفرق. يعني واحد يقعد في جبل ولا في صحراء ولا في كده لن يعني تتم مصالحه، لا تتم مصالحهم إلا ويوجد زارع وصانع وطبيب ومهندس، ولذلك لابد من الاجتماع، وتاجر. وإذا اجتمعوا فلا بد لهم من رأس، فهذا أمر فطري بحسب طبيعة الإنسان. لكن عندنا في الإسلام هذا أمر من الدين، يعني هنلاقي الأمم كلها عندها إيه؟ عندها قادة مسلمين كفرة عباد بقر، حيلاقوا الموضوع ده لا، احنا لا بد لنا من ايه؟ من قيادة. فكل الناس بتتخذ قيادة، ولكن هذا الامر عند الناس، عند اهل الشرك والكفر واهل الدنيا حتى من المسلمين، الملك والرئاسة هو لاجل تحصيل مصالح الدنيا عند الناس، ولأجل لذة الملك والرئاسة عند الملوك والرؤساء. لكن عندنا في الإسلام هذا الأمر دين، فهم إنما يقيمون الإمارة والرئاسة والملك لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. ولذا من قصد إليها إذا كلف بها ليقوم بطاعة الله في ذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، بل هو أولهم إمام عادل، ولذلك يأخذ الثواب العظيم والذكر الحسن في الدنيا والآخرة إذا قام بحقها ولا يشرع سؤالها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. في حديث جابر بن سمرة قال: لا تسأل الإمارة فإنها يوم القيامة حسرة وندامة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. عندما تقطع عن الإنسان بئس ما تفعل، وأما وهو موجود فيها فهو يظن أنه ينتفع ويأخذ منها. فلذلك قال: فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن لم تسألها أعنت عليها. الواجب على الإمام كما ذكرنا إنما جعل ليقيم الدين، وأوامر الدين نوعان: نوع لكل واحد في خاصة نفسه،
كالصلوات التوحيد، الصلوات، العبادات، فعل الحلال وترك الحرام، وأداء ما وجب عليه في معاملاته مع الناس. وهذا جانب الإمام فيه والحاكم وأيضا العلماء والدعاء مكلفون بأن يسعوا إلى إقامة هذا النوع من أوامر الدين في الناس بأمرهم بذلك، ونهيهم عن ترك الواجب، ونهيهم عن فعل الحرام، وتعليمهم ما يلزمهم. وهذا من أعظم وظائف الإمام، كما قال عمر رضي الله عنه: إني إنما أرسل أمرائي ليعلموكم دينكم لا لضرب أبشاركم وأخذ أموالكم. يعني ليس الأمر أنه مفروض لقهر الناس وعدم خروجهم عن الكلمة، المقصود الأول هذا قد يستعمل بلا شك، ولكن المقصود الأول أن يعلموهم دينهم، وأن يقيموا لهم عبادتهم، وأن يعينوهم على ذلك في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ومنع من يترك ذلك بعقوبته. وأعظم من ذلك أمرهم بالتوحيد وتعليمهم إياه ونهيهم عن الشرك، وذلك لأنه أعظم الخطر، وليس أنه يعني يترك ذلك ولا وظيفة له إلا طعامهم وشرابهم. هذا ليس في وظيفة الحاكم في الإسلام، أنه عشان يوفر لهم الرخاء مثلا، أنهم عشان يلاقوا الحاجات اللي هم عايزينها كلها. ولذلك اللي وضع هذا الهدف لنفسه أو وضعوه له لن يرضي الناس، وسيظلون ساخطين على الدوام. والذين يشتكون منه عندما كان حالهم 10 أمثال الحال الذي يصلون إليه من الضنك، لما يكونوا هم في 10 أمثال يشتكوا نفس الشكوى. الناس تقول إيه ده، احنا من مثلا من 10 سنين كنا إيه، كان الجنيه بكذا، وكان الدنيا كانت تجيب كذا، وكان الدنيا رخيصة وخير. أقول لكم من 10 سنين نجيب الكلام اللي احنا كنا بنقوله، الناس بتشتكي من الغلاء وتشتكي من الضنك، هو من زمان، هو سيظلون على ذلك، لان الامر ده زي ما بقول كده الواجب علينا اولا اقامة الدين. الواجب على الناس يسمعوا ويطيعوا في ماذا؟ في اقامة الدين، وهذا فرض عين عليهم. الفروض الاعيان يجب ان يقوم بها يقوم الحاكم على يعني يسعى إلى إقامتها في الناس، وعقوبة من يترك الواجبات ويفعل المحرمات. والعقوبات دي تشمل حدود وتعزيرات، هو ده أقيم لأجل أن يقيم الدين في الناس. والعلماء والدعاء إلى الله عز وجل نصيبهم من ذلك، أنهم يعلمون الناس ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. يبقى العلماء والمحتسبين والدعاء إلى الخير الذين بيّن الله عز وجل فضلهم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا النوع الأول، وهو فروض الأعيان فعلا وتركا، ظاهرا وباطنا. يعني إحنا العلماء والدعاة مثلا والحكام من وظائفهم في الدين أن يقوموا على صلاح قلوب الناس. هم هيعرفوها إزاي؟ لا، يعلموهم ذلك، يأمرونهم بذلك، ينهونهم عن الأمراض، ويقومون من ظهرت منه أمراض ظاهرة وباطنة، يصححون العقائد ويعاقبون أهل البدع. ما عمر رضي الله عنه بيقول لصبيغ ابن عسل الذي كان يسأل عن المتشابهات، قال: لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناه. لو لقيت حالق راسك كنت، لو لقيتك كده كنت اعرف ان انت راس الخوارج او الخوارج اللي هم
يتبعون ما تشابه منه وهيبقوا فتنة. فالرسول قال أينما أدركتموهم في إيه فاقتلوهم. فقال لو كان هو كده لأنه كان بيتتبع المتشابه فضربوا على رأسه وضربوا ضرب جامد عشان يتوقف عن الإيه عن تتبع المتشابه وتشكيك الناس في الدين ونحو ذلك. مش نقول إن إحنا مثلا حرية إن الملحد يدعو إلى الإلحاد والنصراني يدعو إلى النصرانية واليهود مثلا يفسد في الأرض يفسدون في الأرض عشان يوقعوا الشبهات على المسلمين. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو فروض الكفاية. فروض الكفاية التي هي أنظمة الحياة في المجتمع المسلم الذي يجب على الإمام الأئمة والعلماء أيضا أن يسعوا إلى إقامة هذه الأنظمة التي تؤدي إلى الإعانة على القيام بفروض الأعيان. يعني إيه؟ نظام التعليم مثلا. قال عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى في ناس هتتعلم الدين كله من أوله إلى آخره، القرآن كاملا، آيات الأحكام وغيرها، والسنة كاملة، ويعلم الناس ذلك فيما يلزمهم من عقيدة وعمل وخلق وسلوك وأحوال قلبية كل هذا ومعاملات كل شيء. وهذا فرض على كل، كما يقول ابن حزم، فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها ويفتيهم فيها ويعلمهم. فإن لم يجدوا فعليهم الرحيل حيث إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين المفتين ولو بعدت ديارهم ولو كانوا بالصين. كلام ابن حزم والعلماء يقررون ذلك. على فكرة دي الحاكم المفروض يساعد على ذلك، ولو ما عملش فالعلماء هم المكلفين هم ايه يعملوا ذلك. وعلى فكرة العلماء يقومون بهذه المهمة بدون تكليف وبدون استئذان. يعني البخاري جمع صحيح البخاري بتكليف؟ ما كانش بتكليف، مش كده؟ ده هو اللي اجتهد وبذل الجهد وترك لنا هذا الكنز العظيم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الإمام مالك وقبليه أبو حنيفة واللي بعديه الإمام الشافعي والإمام أحمد كانوا بيعلموا الناس، حد كلفهم؟ لا، لكن هم تعلموا من شيوخهم وصاروا يعلمون الناس ما يلزمهم من أمر الدين. فهذا النظام علشان الناس تلتزم بالواجب عليها، عشان تعرف الحلال وتجتنب الحرام وتعرف كيف تتعبد. إذن هذه مهمة فروض الكفاية، نظام التعليم الإسلامي، نظام الحسبة، نظام الجهاد، نظام الخلافة والسياسة والنظام السياسي في الإسلام، نظام نظام المال وأين تنفق الأموال ومن أين تجمع، الزكاة وغيرها كالخراج والجزية وسائر الأموال التي لها صفة الأموال العامة، خمس الغنيمة، أموال الفيء، كل هذه من ما ينظم حياة المسلمين المالية على قواعد بعيدا عن الربا والميسر في المقام الأول، وكل العقود المحرمة والبيوع المحرمة وكل ما يؤدي إلى الحرام والإعانة عليه. أنظمة الحياة الإسلامية هذه. طب احنا ليه بنتكلم على وظيفة الأئمة واحنا بنتكلم في الحديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا؟ ما هو بناء على وظيفة الإمام هنعرف ايه اللي يلزم من الايه من السمع والطاعة. هو موجود ليه؟ فحيأمر بإيه؟ فيلزمنا أن احنا نسمع وإيه؟ ونطيع. يبقى في المقام الأول السمع والطاعة فيما وجب من الواجبات، هي واجبة بحكم الشرع، ولكن الناس
أقول الأمر اللي هم العلماء والأمراء بيأمروا الناس بذلك، فيجب عليهم أن يلتزموا، ويجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا فيما هو من فروض الكفايات، لأن فروض الكفايات دي هو موجود عشان يجيب الأنظمة دي، عشان يحدد الجهاد في سبيل الله، عشان هيحدد هنحارب إمتى وهنسالم إمتى وهنعمل صلح شكله إيه، هنعمل صلح مؤقت ولا صلح مطلق ولا أمان، هندي الكفار يعني أحد الكفار أمان ولا هنضرب عليهم الجزية، كل الحاجات دي حسب المصلحة. وعشان كده لابد أن يكون هذا الشخص الذي يتخذ القرار اللي هو الرسول قال وإن عبدا حبشيا لابد وأن يكون على علم، ولا بد أيضا أن يكون على عدل، لأن الله قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى الإمامة، وسيدنا إبراهيم ما كانش حاكم، ما حكمش، بل راح مصر والراجل خد ايه زوجته لغايه ما ربنا نجاها منه، وكان قاعد في بيت المقدس برضه ما كانش له دوله، لكن كان امام بلا شك. عشان كده الامامه وولايه الامر ويلي امر المسلمين تشمل تعليم الناس الدين ودعوتهم الى الله، كما تشمل القياده السياسيه او الاماره او الملك او الخلافه. فقد قال عز وجل لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين، ولذلك احتج العلماء بهذه الآية على عدم جواز تولية الظالم والفاسق ومن ليس بعدل، فضلا عن المنافق والكافر. وإن كان هذا الأمر لا يقبل أن يكون قاضيا ولا شاهدا ولا حاكما، لا يجوز أن يولي المسلمون ذلك، ما ينفعش أن هم يعملوا كده إلا لو غلبهم الأمر. فلو غلبهم الأمر ولو غلبوا على ذلك بحيث وجدوا ظالما أو فاسقا لا كافرا، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على الجور، وذلك لما يترتب على المنازعة من مفاسد. ولذلك كان ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإصبروا حتى تلقوني على الحوض، من رأى من أميره شيئا فليصبر. الغرض المقصود إن الواجب من السمع والطاعة فيما وجب على الأئمة أن يقوموا به من إقامة فروض الدين في الناس، ثم من إقامة فروض الكفاية وهي من فروض الدين، ولكن لابد أن يوجد من يتعين لها. في الأصل كان اللي بيقوم بهذه المهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يرسل معاذا إلى اليمن يعلمهم الدين، يدعوهم إلى الله ويقضي بينهم، وهكذا كان الخلفاء من بعده هم الذين يتولون تعليم الناس والأمور القضاء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجعلون هناك محتسبا كما يسيرون قادة الجيوش ويجندون الأجناد الذين يجاهدون في سبيل الله. فدي فروض كفاية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. يبقى لما الحاكم أو العالم يأمر الناس بما فيه فروض الكفاية، بما فيه تعيين فروض الكفايات على بعض الناس ليقوموا بمهمة من فروض الكفايات، يبقى لا يسعهم أن يتخلفوا عن ذلك، ولا يقول غير يعمل، لا، طالما استنفرت فانفر. قد يكون هذا الأمر يعني متفاوتا في أزمنة مختلفة. يبقى أمر آخر
شديد الأهمية في هذا البيان. وهو احنا دلوقتي قلنا فروض الكفاية، فروض الأعيان بيأمر بها العلماء والأمراء، وفروض الكفايات أيضا بيأمر بها العلماء والإيه؟ والأمراء. ومن زمان جدا ترك الأمراء كثيرا من الفروض قام بها العلماء، زي ما قلنا كده أمر الحسبة. مش كل العصور كان فيها حسبة، كان فيها أو فيها ناس قايمين بالحسبة اسما والمنكرات موجودة. هنلاقي إن شيخ الإسلام تيمية زي ما بيحكي ابن كثير رحمه الله في يوم الجمعة المذكور، خرج شيخ الإسلام ابن تيمية أو خرج الشيخ تقي الدين ابن تيمية مع جماعة من أصحابه، وذهبوا إلى مواضع الحانات وأماكن الفساد والفواحش، وعزروا أصحاب هذه الأماكن وكسروا دينان الخمر. الله 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 الله، هم بيعملوا كده من غير إذن، بس هو بيعمل كده وهو يعرف أن لا يترتب على ذلك مصلحة، لأن له منزلة عند السلطان ومنزلة في المجتمع، ولذلك قام بهذا الأمر. وأما تعليم الناس والمنافحة عن الدين فكان يقوم بها العلماء من العهد الأول، من بعد عصر الخلافة الراشدة وعهد أمير المؤمنين معاوية، وهذه الوظائف بدأت في الضعف، فالعلماء كانوا هم اللي بيقوموا بها في كثير من تربية الأجيال القادمة، تربية طلاب العلم، توجيههم وتعليمهم الدين، كل ده كان بيقوم به طوائف من العلماء. الغرض إن فروض الكفاية تتعين إذا عين لها الإنسان، ولا يوجد من يقوم بها بتكليف من الحاكم. يبقى أمر آخر وهو باب المباحات. باب المباحات الذي يشمل المستحبات والمكروهات، لأنها في النهاية مما لا يعاقب الإنسان على تركه. فهل هذه من وظائف الآئمة سواء العلماء والأمراء؟ ما تشوفوا لنا حل البتاعة دي. الناس كلها سمعة. نقول هذه احنا عايزين تكحيل كويس، نقول هذا في الأصل مما جعله الشرع إلى إرادات الناس، إن إرادات الناس في المباحات، اللي عايز يعمله يعمله، واللي عايز يتركه إيه؟ يتركه، طالما الشرع أباحه. ولم يجعل الشرع ذلك أصلا من وظائف الأئمة، إلا أنه إذا وجد الإمام أو العالم، برضو الاثنين دول كلهم تبع أولي الأمر، إذا وجدوا أنه يترتب على فعل مباح أن يتوصل الناس به إلى محرم، ما فيها همهمة، ما يحبش أحد يتكلم، هو يبقى فاكر نفسه إن هو مش مسموع، والبتاعة دي شوفوا خلصونا بقى فيها. بنقول إمتى يبقى يدخل هذا في حيز الأئمة والعلماء؟ يعني على سبيل المثال، ما ينفعش الشيخ يقول لتلامذته أو واحد من تلامذته أنت اتجوزت ولا ما اتجوزتش فلانة ولا مش دي؟ في بعض الشيوخ بتخدم الصوفية ان هو ممنوع حد من التلامذة يروح يتجوز واحدة من غير ما يستأذن ايه؟ الشيخ. وبعض الناس
في الأوضاع الدعوية يفتكروا إن الموضوع ده من وظائف المهمة الدعوية أو العلمية، يوم يقولوا أنت إزاي رحت اتجوزت من غير ما تقول لنا؟ واحد مثلا جوز جوازة تانية، طبعا الجواز إذا كان واجبا يبقى إيه؟ يبقى ما حدش يعترض عليه، يبقى أصبح في الواجبات. بس الجواز الواجب ده هيتجوز فلانة ولا فلانة؟ الشيخ المتعصب للسيطرة على تلامذته يقول له لازم تيجي تستأذن. شيوخ الصوفية كلهم كده، شيخ الطريقة اللي تلامذته، وانتقل إلى بعض حتى الناس السنيين إنه بيتدخل فيما ليس له. لسه جايين مشكلة مش عارف المحافظة بعيدة، إن هم بيقولوا فلان ولا فلان ده ما يتجوزش فلانة دي إلا ما يستأذن مجلس الإدارة. هتألفه ولا إيه؟ هذا الكلام لا يعني يكون إلا إذا ترتب على ذلك فعل محرم، تتدخلوا ساعتها تقول لا ما تتجوزش دي، إذا كان معلوما أنه سيقع في حرام أو أنه سيترك واجبا، وليس أن ذلك لكل أحد أن يمنع منه، ولا عالم ولا حاكم. في الأصل أنه لا يتدخل في ذلك، وإنما يتدخل إذا أدى الفعل المباح فعلا أو تركا إلى ترك واجب أو فعل محرم. فهنا يكون للحاكم وللعالم أن يقيد ذلك المباح. القاعدة دي قاعدة ذات خطورة بالغة، للحاكم لولي الأمر تقييد المباح. هذا الأمر ليس في كتاب الله، كقاعدة كده دي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وليس لأحد أن يوجب على الناس ما ليس واجبا. ده مش بس الحاكم، ده أيضا كل من له ولاية، يعني الزوج على زوجته مثلا، ما ينفعش يطلب منها مباح ولا يلزمها حتى بمستحب. يعني مباح ان الست تدي جوزها فلوس تساعده بيها في البيت، مش مباح؟ مباح مش كده؟ ويمكن ومستحب كمان، ده زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان احق من تصدقت عليه زوجك وولدك، مش كده؟ مستحب. طب لو الزوج بقى الزمها بذلك، ده هو ابن مسعود قال لها نحن احق بالصدقه، ما قال لهاش لازم تجيب الفلوس، فراحت تسال الرسول عليه الصلاه والسلام، فالرسول هو اللي قال لها احق من تصدقت على بدي، دي صدقه التطوع، يبقى مالوش انه يقول لها هاتي ايه؟ هاتي فلوس، مش كده؟ مع انه هو صاحب سمع وطاعة عليها، بس هو سمع وطاعة في حدود ما جعل للزوج، وكذلك في حدود ما جعل للإمام وللعالم، وليس أن يدخل فيما لم يجعل له. بنقول إلا لو كان زي ما هو دي بقى، يعني منين جابوا أن للحاكم أن يقيد المباح؟ من فعل بعض الخلفاء الراشدين، أمروا بأشياء في الحقيقة لما تيجي تدور عليها يا هتلاقيها من باب فروض الكفاية، يا من باب منع الناس من التوصل بالمباح إلى حرام. بالضبط كده، مثلا إن عمر رضي الله عنه أوقع طلاق الثلاث ثلاثا، وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر يجعلون طلاق الثلاث واحدة، خصوصا إذا قال والله ما أردت إلا واحدة، مجلس واحد قال أنا ما أردت إلا واحدة وأردت التأكيد، كانوا يجعلونها واحدة. ثم إن الناس تتابعوا في الطلاق في عهد عمر وأوقعوا طلاق الثلاث الذي لا يجوز أصلا، لأنه نوع من التلاعب بكتاب الله،
ربنا شرع الطلاق والرجعة في العدة والطلاق إن وقع ثانية وأن يردها بقى في العدة أو بعقد بعد العدة وأن يكون هناك طلقة ثالثة ده عدة فرص ونهى أن يوقع الطلاق في الحيض وإن كان واقعا محسوبا لكن لا يجوز للزوج أن يطلق امرأته في طهر في حيض أو في طهر مسها فيه وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يطلق أكثر من طلقة في طهر واحد ولذا لما طلق ابن عمر امرأته في الحيض قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر مره فليراجعها حتى إذا طهر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. طب ليه أمره إن هو يسيب كمان طهر لسه ما مسهاش فيه لغاية ما تطهر وتحيض مرة تانية وتطهر مرة تانية عشان ما يقعش أكثر من طلقة في إيه؟ في الطهر الواحد اللي تبعه الحيض اللي قبليه. فاهمين معاه؟ يعني واحد طلق امرأته وهي حائض نقول له رجعها وما تطلقهاش في الطهر اللي بعديه تستنى لغاية ما يجي طهر تاني عشان ما توقعش أكثر من طلقة في طهر إيه؟ واحد وانت ضيعت فرصتك في الطهر لما طلقتها في الحيض السابق. معانا كده؟ يبقى انت ما تطلقش تاني. الناس في عهد عمر تتابعوا على طلاق الثلاث زي ما دلوقتي كل حاجة انت طلق بالتلاتة علي الطلاق بالتلاتة كل حاجة طلاق بالتلاتة مش كده؟ والناس حتى دلوقتي بقيتش فاهمة عن ايه طلاق بالتلاتة يقول لك علي الطلاق بالتلاتة مالكي وشافعي وايه؟ أبو حنيفة. أخبرك هو مش هو طبعا ده دليل على جهلهم ان هم مش ناويين ولا ثلاثه ولا فاهمين حاجه يقول لك قصده ثلاثه بالثلاث مذاهب يعني ما اعرفش ما جابوش بالاربعه ليه على مذهب احمد بن حنبل. الخلاصه ان عمر رضي الله عنه قال ان الناس استعجلوا امرا قد كانت لهم فيه اناه فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. اصبح اللي يقول طلقت ثلاثه يحسبها عليه ايه؟ ثلاثه. ليه؟ عشان انت خالفت السنه عشان يمنعوا من يخالف السنه وما يوقعش التلاتة. خدتوا بالكم؟ فده من عالم عادل خليفة راشد جعل منع الناس من أمر مباح أصلا وهو أن يراجع امرأته إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد. يعني إيه أمضاه عليهم؟ يعني منعه من انه هو يتجوز يرجع يراجع امرأته مرة ثانية. ها؟ لا الا لما تتجوز واحد تاني. واخد بالك؟ مش انت عملت كده الزمه عمر بان هو هيمضيه ثلاثا عليه وهو اصلا مباح ان هو يعتبرها واحدة ويراجعها ولو انتهت العدة يرجع يعقد عليها مرة تانية. ده اللي احنا بنفتي بيه دلوقتي اللي هو كان ايام الرسول عليه السلام وايه وابي بكر وصدر من خلافة عمر. ماشي كده؟ الا لو طلقها ثلاثا متفرقات ولو في مجلس واحد ناويا الطلقات الثلاث هنقول خلاص لان ركان قال له الرسول ما اردت الا واحدة قال والله ما اردت الا واحدة. اذا يتفهم منه ان اللي اراد ثلاثا يبقوا ايه؟ يبقوا ثلاثا ولو اراد واحدة تبقى واحدة. ده اصل السنة. عمر غير هذا الحكم ليمنع الناس من الحرام وفي أمثلة كثيرة في هذا الباب إنه يقيد المباح ليمنعهم من الحرام يعني عمر رضي الله عنه بس ما كانش بينها نهي تحريم في دي كان بينها عن تزوج اليهوديات والنصرانيات مع إنه ده مباح من نص القرآن لكن بيقول اخشى عليكم الاختلاط بالعجم ينقلوا ليكم الايه المنكرات بتاعتهم فكان بس ما كانش بيحرمه فكان بيسالوه الصحابه يقول له اتحرمه يا امير المؤمنين يقول له لا احرمه فهو يفضل بس بيقول لهم بلاش ده احسن يعني بينهى نهي تنزيه حتى
لا يمنعه كذلك. والحاجات دي معظمها او في حاجات كتيرة منها الصحابة تركوها والتزموش بيها، وتزوج منهم اليهوديات والنصريات، وزي ما امر كان ينهى عن متعة الحج، كان يرى مصلحة في ان الناس ما تعملش عمرة في اشهر الحج، كان يقول لهم افرد الاحرام بالعمرة من دويرة اهلك وتفرد الحج علشان الناس تبقى حاسة ان عليها عمرة، يقوم البيت الحرام في اشهر غير اشهر الحج يبقى مطروق والناس تروح تعمل ايه عمرة. والرسول عليه الصلاة والسلام امر بالتمتع، الصحابة انكروا على عمر رغم انه عملها المصلحة مش كده، عشان يكثر الاعتمار لبيت الله الحرام في غير اشهر الحج. ومع ذلك فقال علي رضي الله عنه لعثمان، وعثمان قال كده برضه، فقال ما تريد الى شيء امر به النبي عليه السلام وفعله تنهى عنه لأهلن بهما جميعا. وقدامه عثمان، وعثمان سابه. وعمر رضي الله عنه عمران بن حسين بيقول عن المتعة، فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال رجل برأيه ما شاء. يقصد ايه؟ عمر رضي الله عنه، يا خبر ابيض بيقولوا على عمر كده وغير ذلك. ولذلك بقول لكم الحاجات ده ايه؟ لانها في الاصل دي من المباحات او المستحبات. ولذلك يعني لو قلنا زواج الكتابية خلاف الاولى، ما هو من ضمن المباحات برضو، والمحصنات من الذين اقول كده، بس مكروه. الافضل فاظهر بذات الدين تريبت يداك، تخليش ام عيالك يهودية ولا نصرانية ممكن تفسدهم عليه، بس مش حرام طالما انت واعي لعيالك. وهكذا هنلاقي الامام احمد منع من زواج اليهودية والنصرانية في بلاد الكفار او من هذا الباب، علشان هيترتب على ذلك ان هم ايه، هو شاف كده اللي بيتجوز من هناك ويقعد هناك هيغلبوه على عياله ويخلوهم كفرة وياخدوهم منه، ولو انفصل عنها هي اللي تاخدهم تربيهم تنشأهم على الكفر. فقال لك لا، عايز تتجوز يهودية نصرانية تعالى في بلاد الايه المسلمين. ده لوجود ما 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 فعل محرم او ترك واجب بيتوصل به الى المباح، فهنا بينهى عن المباح. ولذلك هذا الامر لابد ان يعرف انه ليس قاعدة عامة كسائر احكام الشرع، نقول ان الحاكم له ان يقيد الايه المباح، لا مش مطلقا. ده اولا لازم يكون هو بتاعك انت، لازم يكون ما بيستعملوش لمزاجه، ده لابد ان هو يكون هيؤدي الى ترك واجب او فعل محرم. نقول مثلا مثال تاني، كان عمر ناوي انه يعمله وما عملوش في عام المجاعة، كان هياخد الاول هو عمل ايه لما الدنيا الازمة الاقتصادية بقت جامدة، كلف الناس بان بعتوا لنا مدد، والناس امرت بالصدقة، وهو بيجمع الزكاة ويوزعها على الفقراء والمساكين والعاملين سائل، ويجمع الفيء والخراج والجزية ويصرف منها. وبعدين جاء امر الاقاليم اللي فيها طعام كتير بان ترسل ايه مدد. كان ناوي يعمل ايه؟ عزم على انه لو تعذر الامر لسه في أزمة لجعل على الأغنياء أن يكفوا الفقراء. وفي الحقيقة هو هيقول له هات فلوس من فلوسه فوق الزكاة بتاعته، ما يلزمنيش أديها لك إلا لو في واحد جعان ومجموعة جعانة وعريانة وملهاش مأوى من برد وحر، وانا مكلف ان انا ايه اوجد لهم الكلام ده وما معيش، يبقى هعمل ايه؟
يبقى حفرض على الاغنياء انت تكفي العيله دي العيلتين دول على قد فلوسه وتتكفل بذلك، اللي هي في الحقيقه اصل فكره فرض الضرائب عند المسلمين. عند غير المسلمين ما عندهمش لا زكاه ولا تفكير في حرمه اموال، لا طول عمرهم من زمان جدا من ايام الرومان والفرس ومن قبلهم والمصريين القدماء كله بيفرض جبايه على الايه؟ اي واحد يتسلط على الناس؟ لا طبعا، يتسلط على الناس ياخد فلوسهم. لغايه عهد المماليك والعثمانيين كان في الشيخ احمد الدردير. احمد الدردير ده فقيه مالكي عامل حاشيه على شرح الدسوقي على مختصر خليل. كان بيحب الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. المهم ان انا عايز اقول ايه، كان زمان وايام العثمانيين، فبيتكلم على باب قطاع الطريق، فبيتكلم على ان تعذر الغوث هو من اهم اسباب الحكم على الشخص انه قطع ايه طريق وليس بغصب، انه الناس بتاخد بقوتها وبسلاحها اموال من الناس بغير رضاها ويتعذر الغوث. فقال: وجبابرة أمراء مصر قطاع طريق، لأنه لا يمكن الغوث منهم لا بعلماء ولا بغيرهم، أيام الدولة أيام العثمانية. وكان أيضا أيام المماليك كان ممكن ناس يوصفوا كده من كتر ما هم شايفينهم بياخدوا فلوس الناس بغير إيه؟ بغير حق. أصل الموضوع ده يمكن أن يكون جائزا إذا استوفيت كل الخطوات التي في الأموال العامة كالزكاة والخراج والفيء والأموال العامة للدولة، وأقمت الواجبات في مواضعها، ومنعت المحرمات لأن هي سبب البلاء على الناس. وعندما تعجز تطلب من الناس أولا تطوعا، وإذا لم يفي هذا أخذت من أموالهم ما يكفي، وهو غالبا لا يحتاج إلى ذلك. ذلك عمر عزم على ذلك ولم يفعله. هل تحديد الناس بيدخل في هذا الحاجة؟ لا، ده أبواب كتيرة قوي في زماننا هنقول لسه حتى مهمة قوي. إن في جزء تاني، إن هذا الشخص الذي يقيد المباح بهذه الضوابط لابد وأن يكون عالما مجتهدا عشان يعرف إمتى يستعمل ده وإمتى ما يستعملوش، وإمتى ده يجوز له أن يفعل وإمتى لا يجوز، سواء كان حاكم أو عالم. طب ممكن العالم يتصرف في وجود الحاكم برضو ولا؟ ما أنا أقول لحضرتك حاجة، الشيخ مع التلامذة لقى زي ما قلت لك واحد من تلامذته راح هيتجوز واحدة مشهورة بالفساد، مش زانية، بس هو عرف ان الست دي اللي كل اللي ارتبطوا بها قبل كده ضيعتهم، وهو طالب علم عنده وهو بيعده لوظيفة علمية مهمة فرض من فروض الكفايات، مش كده؟ والولد ده هيضيع مع البنت دي، يقول له ما تروحش تتجوز ده ايه؟ يقول له ليه؟ انا عايز اتجوزها انا بحبها. يقول له زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لابن عمر لما عمر قال له طلق مراتك، قال له قطع اباك. هو قطع اباك، هو الاب من حقه يقول لابنه طلق مراتك وخلاص. اقول لكم بقى فقه العلماء عند الحته دي، الامام احمد لما جاله واحد قال له ابويا بيقول لي طلق مراتك، فقال ان كان ابوك مثل عمر فطلقها. ليه؟ عشان عمر عالم وعارف بواقع الحال وعادل، مش هيأمره بالطلاق كده هو، مع ان هو الطلاق في دائرة المباح انه مكروه وبعض انواع محرم في اوقات معينة، لكن هو في الجملة ايه؟ من ضمن المباحات، مكروه والمكروه من ضمن المباحات، عشان بس ايه تبقوا فاهمين وبنقول مكروه بدون سبب، علشان اخت بتتصل بيها تتخانق معايا تقول لي انت قلت ان الطلاق ما مباح، قلت لها انا قلت ان هو مكروه كده بس عشان تبقى عارفه ازاي تقول كده،
وتخرب البيوت ازاي وانت مش فاهم حاجة يا بنتي. ده ربنا اللي قال في القرآن لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة، وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فرضوا ما فرض، وبالاولى لو هو طلقها ايه وهي قد فرض لها فريضة ودخل بها يبقى يجوز ان يطلقها، بس مكروه بدون سبب، لان ده حل عقد الزواج المستحب. الخلاصة ان هم فهموا من ذلك، وكذلك ابن تيمية رحمه الله عشان علمهم بواقع الحال ان 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 نساء كتير تقول لابنها لا ابني ولا اعرفك اذا ما طلقتش البنت دي، وزيها لا ابني ولا اعرفك اذا ما اتجوزتش بنت خالتك، وابوه يقول له لا ابني ولا اعرفك اذا ما اتجوزتش بنت عمك، مش كده؟ ويزعلوا جدا، ولو كده يبقى انت بتقطع معانا لو اتجوزت فلانة، انت مالك، انت مالكش تقول الكلام ده الا ما تكون انت عالم مجتهد وعادل. ما ينفعش ان انت تأمره في ذلك الا لو هيترتب على ذلك ايه، ترك واجب او فعل ايه محرم. معانا كده؟ يبقى ها ايوه يبينها له، ممكن ما بينها لهش. عمر كان بيكره الزوجة دي وابن عمر كان بيحبها، بس عمر رضي الله عنه مش ممكن يعمل كده الا ايه، لانه شايف ضرر على ابنه منها، وضرر يؤدي الى ترك واجبات بالنسبة له سواء فروض اعيان او فروض كفايات. ابن تيمية لما سئل امه تأمره بطلاق امرأته، مش الناس اللي هم سمعوا طاعة الابوين في اللي لهم فيه في مصلحتهم الضرورية والحاجية، يعني امك تقول لك جيب لي كوباية مية عشان تشرب لازم تروح تجيب لها، ماشي كده؟ والدك كذلك يقول لك عايزين حاجة معينة هم محتاجين لها، لكن ما يقول لك مثلا هات الفلوس عشان اديها لاخوك عشان هي بتحب اخوه اكتر منه، والاب يعمل كده، او تقول له طلق مراتك ده اصلها ما بتحلبش الجاموسه كويس ومش عايزه تعيش العيشه بتاعتنا، وبتكشف وشها قدام اخوك، قصدي مش راضيه تكشف وشها قدام اخوك. مش بيحصل كتير قوي قوي ان الست تتخانق مع مرات ابنها بغير سبب شرعي وبعدين تقول له طلقها، وقلبي وربي غضبان عليك لو ما طلقتهاش، يا ده ليل ونهار كتير في الألياف وغير الأرياف، كل السكن المشترك حتى في المدن المشكلة دي قائمة. الفلوس الأكتر صح، إذا ما دفعتش الست الفلوس أو تاخد من ده لتدي لده من غير سبب شرعي. يعني إيه سبب شرعي؟ يعني الواد أخوه فقير ومش قادر يكفي احتياجاته وإنت غني وعندك زيادة، المفروض إن أنت اللي تديله، فلو هي خدت بهذا السبب ماشي، لكن ما ينفعش تاخد من غير عشان ده بيجي يدحلب لها ويقول لها كلمتين حلوين ويبوس ايدها ويبوس رجلها، والتاني مطحون في الشغل ما بيعملش الشغل الفارغ ده، مش فارغ طبعا يعني اصل، بس ما هوش واجبات يترتب على ذلك تاخد منه، ولو ما رضيتش يديها يبقى ايه، تبقى تزعل وتسخط وتغضب. الكلام ده ما يلزموش لان هو ياخد لاحتياجه، انت وملوك لابيك اذا خد لاحتياجه. ليس من العقوق. ابن تيمية عشان كده بقول لكم قال ليس من بره بامه طلاق امراته، الا لو امه دي عالمه مجتهده وعارفه ان ابنها بيضيع دينيا وهيعمل حرام او يترك واجب اذا ايه، اذا فضل مع الوليه دي. ولذلك المساله دي طبعا معظم الاغلب الاعم من الاباء والامهات والازواج والحكام والمشايخ ما عندهمش ضبط لهذه المسائل، ولانهم ممكن يامروا بالهوى او بغير علم، يا لا 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 لو هو مش عادل هيامر بالهوى، ولو هو عنده علم او اقصد ما عندوش علم هيامر بالجهل. فلذلك اذا ما كانش عالم عادل من كل اللي لهم حق السمع والطاعه، من علماء من امراء من اباء من امهات من مشايخ من اي حد، لابد وان يكون عالما عادلا حتى لا يوجب مباحا ولا يحرم مباحا،
إلا إذا كان يترتب على فعل أو ترك هذا المباح، فعل واجب أو ترك واجب أو فعل محرم. نرجع ونقول كمان واحدة متعلقة بصلاحيات الأئمة في السمع والطاعة، وهي مبنية على وظائفهم برضه. يعني إيه مبنية على وظائفهم؟ يعني هم مكلفين من جهة قبل الشرع في الناس بإن هم يعملوا لهم إيه. هم موجودين علشان قلنا يقيموا الدين من فروض الأعيان وفروض الكفايات، ويسوسوا الدنيا بالدين عشان الناس يجدوا حاجتهم الدنيوية من الحلال. في حاجة بقى من وظائفهم وبالتالي من استحقاقاتهم، إنه أحيانا تتعارض الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد. فربما يأمر بفعل مفسدة لدرء مفسدة أعظم منها، أو بترك مصلحة لجلب مصلحة أعظم منها، أو بالعكس يأمر بترك مصلحة لدفع مفسدة أكبر منها، أو يأمر بفعل مفسدة لجلب مصلحة أكبر منها. تصحصحوا معايا ولا نمتوا خلاص؟ يعني احنا عندنا اقسام، مصلحتين متعارضتين، لازم هقدم واحدة واسيب التانية، لازم اعرف بميزان الشريعة انهون اعلى من التانية عشان هسيب دي وهجيب دي، ماشي كده؟ وعندي مفسدتين، واحدة اكبر من التانية، مش قادر اسيب الاتنين. انا الاصل ان انا اجيب المصلحتين، هصلي الفرض والنفل، لكن لو ما قدميش اللي انا اصلي الفرض بس يبقى حصلي الفرض وما قدمش للنفل. معنى كده؟ يعني واحد بيعمل عملية جراحية ومش لاحق خالص يصلي السنة، هقول له ما تسيبش عيال يموت، بس لازم تصلي الفرض في الايه؟ في الوقت. جيب واحد مساعد يقف معاك لغاية ما تصلي الفرض بس، اوعى تصلي السنة، ماشي كده؟ ده مثال. يعني انا بقول لكم في مصلحتين الاصل ان انا اجمعهم، مفسدتين الاصل ان انا اتركهم، لكن لو انا مش هقدر يبقى هقول هقدم اكبر المصلحتين واعملها، ولو فاتت الايه؟ المصلحة الادنى. وبالعكس كذلك، ان انا هفعل ادنى المفسدتين ولو تركت، ولو لادفع ايه؟ الاعظم منها. ولو تعرضت بقى المصالح والمفاسد مع بعض، يعني المصلحة دي مش هتيجي إلا بمفسدة، أو المفسدة دي مش هتندفع إلا بفوات مصلحة، الموازنة بين الحاجات دي بميزان الشرع طبعا بلا شك لا يدركه إلا العلماء، بل هي من أصعب المسائل عند العلماء عشان هيوازن. الفقه هو أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. والفقه انك تعرف تقدم ايه في المصلحة والمفسدة. كل اللي لهم السمع والطاعة من ضمن ما يستحقون من ذلك ان يأمروا احيانا بمفسدة ويطاعوا لو كان ذلك لدفع ايه؟ مفسدة اعظم او لجلب مصلحة اعظم. وكذلك يمكن ان يفوتوا مصلحة لجلب ايه؟ مصلحة أكبر، أو لدفع مفسدة إيه؟ أكبر. ولذلك المسألة دي عايزة علم، اجتهاد في الدين وفي الواقع وفي المآلات، وإلا لو أي واحد يصدر أمر بأي صفة من الصفات ما يلزمنيش إن أنا أسمع كلامه فيه. إذا لم يكن عالما وعادلا لم تجب الطاعة إلا فيما عرف أنه طاعة. معانا؟ جبت منين الكلام اللي بتقوله ده؟ مش رسول قال اسمعوا واطيعوا؟ ايوه، ما اسمعوا واطيعوا فيما جعل له الامام. ولان الرسول عليه السلام ما قالش الحديث ده بس، ما هو قال انما الطاعه في المعروف. الحديث ده عام، لا تجب الطاعه الا فيما عرف من الشرع انه طاعه، والاصل في ذلك الواجبات، فروض كفايه وفروض اعيان، والاصل في ذلك ترك المحرمات، لان ده من ضمن
الواجبات في الحقيقة فروض. وبالتالي فإذا لم يكن عالما ولا عادلا، أو لم يكن عالما فقط ولو كان عادلا، أو كان عادلا ولم يكن عالما، لم تجب طاعته في ترك المباحات أو أمر بالمباحات إلزام بيها أو الموازنة بين المصالح والمفاسد، طالما لم يكن راجعا إلى أهل العلم القادرين على ذلك من العلماء العدول. لكن يرجع لي مثلا لعلماء مفتين ماجنين يفتون حسب الأهواء، ما يلزمناش أن نسمع ونطيع، لأن ذلك جعله الشرع إلينا. على سبيل المثال نضرب أمثلة الناس يعني إيه ما بتاخدش بالها منها. منع الناس من العمرة أو من الحج، وفي الحقيقة مش من باب المباح، لأن فيه عمرة وحج على ناس واجب عليهم، ويمنعهم إلا بنظام معين. طب هو لو خالف هذا النظام يبقى آثم؟ زي ما المشايخ اللي بيقولوا لا حج بلا تصريح، لا طبعا، لأنه له عالم ولا عادل، ولأنه بيتدخل في واجبات مش في إيه؟ مش في مباحات، ولأنه ما بين لناش وما عملش الوسائل التي تؤدي إلى إعانة الناس على الحج بالوسائل المختلفة قبل ما تقول لا ده هيترتب مفسدة متأكد منها إذا فتحنا الباب للناس، وحيؤدي إلى ضياع النفوس. وما أنت عندك وسائل كتيرة أنت لسه ما أخذتهاش، أنت بدأت تاخد ببعضها مثلا في توسيع العدد بالرقعة الرأسية مثلا، أنت لسه ما خدتش من ده عشر الممكن علشان تقول أنا حمنع الناس من الحج. ماشي كده؟ زي ما بيمنعوا الناس من الحج في بعض الأوبئة، أولا أنت ما كنتوش عارفين لسه مثلا أن الموضوع ده الأمور اللي أنتوا بتتخذوها دي فعلا تؤدي إلى منع الوباء ولا لا، وإلا فالأمر مش مجرد ناس حتى مش متخصصة تتسوق كفرة يقولوا لهم اعملوا كده، يقولوا طب خلاص احنا اول واحد حد هنعمل، ما ينفعش. زي موضوع ترك الاصطفاف واغلاق المسجد في الجمعة والجماعات، دي كلها حاجات تمت بترك واجبات ماشي كده لدفع مفاسد متوهمة، وإلا فالمسلمين عبر الزمن، وياما طبعا مشايخ كتيرة جدا اتكلموا في الموضوع كبار ومسلفيين، يعني مش مشايخ مثلا تانين لا، لكن الموضوع ده اللي يتأمله يعرف ان اولا ان الامه مرت بيها اوبئه كتير، ومحدش عبر الزمان قال ان الناس تترك الجمعه لوجود ايه وباء، لا من الصحابه ولا من بعدهم. والصحابه كانوا اولى الناس، وكانت اوبئه قطعا ويقينا مش بمجرد الاحتمال بالشبهه، او ما فيش وسائل لاخذ المناعه منها او الاحتياط فيها زي الطاعون، ده كان حاجة مهلكة. وكانوا يخطب الجمعة ويموت يجي اللي بعديه يخطب الجمعة برضه، الغرض المقصود. امثلة من ذلك زي ما انت قلت مثلا تحديد الناس لإلزامي، لغاية النهاردة لسه ما وصلش، خدوا بالك، يعني اللي هيقوله انا مش هديك تموين ده مش عقوبة، ده أنا ما بديكش إعانة فقط. لكن في بلاد هتعمل اللي هيجيب عيل تلات هيخش السجن، هنعمل له تعقيم إجباري اللي يجيب أكتر من واحد. في الصين صحيح، ده تدخل فيما ليس للحاكم أن يفعله. منع الختان على فكرة من هذا الباب، يقول لك ده من باب تقييد المباح، اولا ده مش ده اصلا من المستحبات ماشي كده، وليس لك ان تحرم المستحبات. عايز تمنع مفسدة في ضوابط لمنع المفسدة، في ختان محرم نمنعه،
نقول للناس اللي هيعمل ده هو اللي هيتعاقب، لكن ما منعش الختان كله عشان ان في ناس بتخالف في الايه، في الختان مثلا. وهكذا زواج الصغيرة الامر ده عشان في ناس بتعمل غلط انها بتجوز بناتها الصغيرين جدا لمن يعني يأخذون من ورائهم اموالا فقط. هذا الامر يمكن ان تمنعه بمراجعة القاضي مثلا قبل ان تنفذ، لكن ما تمنعش منع مطلق. ما تجرمش جريمة يعاقب عليها اشد من جريمة الزنا على الزواج بزعم اننا من حق الحاكم ان يقيد الايه، المباح. عرفنا تقييد المباح ومراعاة المصالح والمفاسد، ان اللي هيعمل الكلام ده عالم مجتهد، او على الاقل برجوع لعالم مجتهد عدل. لازم يكون عالم مجتهد عدل، او هو يرجع لعالم مجتهد عدل علشان يقول ان ليس هناك ده طريق لدفع المفسدة الاكبر الا بتحمل المفسدة الادنى او بتفويت مصلحة معتبرة شرعا. وهكذا يبقى دي تبع اسمعوا ايه واطيعوا، ونبقى نكمل مرة قادمة ان شاء الله تكملة الحديث.